استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في فندق الريتز كارلتون صباح اليوم سعادة الدكتورة إليزابيتا تيرينتا وزيرة الدفاع بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في فعاليات المنتدى 14 لمؤتمر حوار المنامة للأمن الإقليمي بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزيرة الدفاع الإيطالية مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا في كافة المجالات، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني والسيد دومينكو بيلاتون سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.